نعم سالم، انطلقت أعمال اجتماعات التحضيرية للقمة العربية على هامش فعاليات القمة. قد ندد الكثير من الوزراء إلى تحرك الأزمة السورية مرة أخرى، وقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية على العودة مرة أخرى إلى مفاوضات حول الأزمة السورية، وأن هذا الحل ليس، أن تجميد الأزمة ليس بحل أبدا، ويجب أن نعيد مرة أخرى المفاوضات حول الأزمة السورية. ولكن كثير من الوزراء أكدوا أن الأزمة السورية حلها ليس بيد أحد غير السوريين. نعم زميلة مريم، يعني كما ذكرت تصريحات أبو الغيط بخصوص تجميد الأزمة السورية، ما مدى أهمية هذه التصريحات في هذا التوقيت بالتحديد؟ في هذا التوقيت تشهد المنطقة العربية عدة أزمات، أو أزمات كثيرة كما تعلم، كما يعلم الجميع أن المنطقة العربية تشهد أزمات حثيثة في هذه الوقت، هذه التوقيتات، سواء على مستوى غزة أو ليبيا أو اليمن أو سوريا طبعا. فكل هذه الملفات طرحت على جدول أعمال هذه القمة. نعم هذه التصريحات، يعني هل من الممكن أن تخفي أو تخفي خلفها أي تحرك عربي تجاه حل الأزمة السورية؟ يعني خطوات جديدة من الممكن أن تكون مخبأة خلف هذه التصريحات؟ ستشهد هذه القمة إعادة مرة أخرى النقاشات أو النقاشات حول القضية السورية مرة أخرى. كما ذكر في قمة غدا العام الماضي، سيكون هناك تفعيل لقمة خطوة مقابل خطوة في الملف السوري. نعم كنت معي من المنامة الزميلة مرام سعيد، أو مريم سعيد، مراسلة اليوم. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.